السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا بالغالين. يا صايم انتبه تفوتك صلاة الجمعة، انتبه تفوتك صلاة الجمعة. من الآن وصي أهلك، حط المنبه في جوالك، وصي أي واحد يتصل عليك، سوي الأسباب كلها اللي تصحيك صلاة الجمعة. أهم شيء صلاة الجمعة، إلا صلاة الجمعة تكفى يا غالي. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في يوم الجمعة لا يشغلك شيء عن كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصلي الله جل وعلا عليك بالمغفرة والرحمة. ولد الهدى بكماله، كشف الدجى بجماله، قمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.